أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فاشل مين ده؟ طب ايش اللي بيمشي؟ انزل عسل انزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يقول الله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله احمد الله جل وعلا على عزته على قدرته على جبروته على قوته فإنه انتقم من أعدائه وانتقم من أعداء أنبيائه ورسله. فهو سبحانه جل وعلا الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم وأرسل الرسل فلما كفروا بهم انتصر لهم. وإن الله يدافع عن الذين أمنوا إن الله يدافع عن الذين أمنوا. لذلك فإن الله جل وعلا انتصر لأوليائه وانتصر الأنبياء وانتصر أيضا لأصفيائه وأنزل أليم العذاب وشديد العقاب على هؤلاء الذين كفروا برسله. وآخرهم كما قلنا في مسألة هذا لوط عليه السلام وقوم لوط وما يفعلون وأنه تبدلت الفطر
وكانوا يهتمون بالنساء بالرجال دون ما خلق الله له من النساء. لذلك قال قل الحمد لله على انتقام الله جل في علاه لعباده وعلى عظمته وقوته وقدرته سبحانه جل في علاه وعلى جبروته، وانه ما ترك ظالما الا قسم ظهره. الحمد قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والسلام على السلام على العباد الذين عبدوا الله وحده لا شريك له، وأنهم ما أشركوا بالله شيئا فعبدوه وحده وصرفوا العبادة له وأتموا التوحيد، لذلك اصطفاهم للعبودية وهي أشرف ما يكون وأشرف ما يعني يسمون به. فقال على عباده أولهم سادتهم هم الأنبياء ثم الذين اتبعوهم بإحسان يوم الدين، على عباده الذين اصطفاهم الله جل في علاه لرسالته ولدينه ولعوديته وأيضا لتحقيق قضية الكون الكبرى. ثم قال الله جل في علاه الله خير أما يشركون. طبعا في قوله وسلام على عباده الذين اصطفى فيها دلالة على أن الخير كل الخير في الإنسان ليس من الإنسان، بل هو من محض فضل الرحمن سبحانه جل في علاه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن ضر نفسه وأساء إليها. قال قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير أما يشركون، يعني توحيد الله جل في علاه أم الشرك. الله جل في علاه الذي خلق السماوات والأرض وانتقم من عباده وأنه إذا رجع قال له كن فيكون، الذي رزق وخلق وصنع، هو المستحق للعبادة أم هؤلاء الأصنام الذين لا سمع لهم ولا بصر لهم ولا قوة لهم ولا قدرة لهم ولا وليس لهم من الخير ما ليس لهم بحال من الأحوال. فقال الله جل في علاه هم لا يسمعون هم لا ولو استمعوا ما استجابوا ولا يرون ولا يبصرون ولا يعقلون ولا قوة لهم ولا يستطيعون نصر لأنفسهم ولا لغيرهم. الله الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأدار الدنيا بأسرها ووضع فيها ما وضع وجعل الآيات الباهرات القاهرات على توحيده حق بالعبادة أم هؤلاء. قال أمن خلق السماوات والأرض أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة. شوف هنا قال أمن خلق السماوات والأرض، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه خلق السماوات والأرض، بل الله جل وعلا هو الذي خلق والذي رزق وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فالذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو الذي يعبد وحده ولا شريك له، لذلك دلل على الربوبية هنا على عظيم ربوبيته بخلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وحياة الأرض منها. في قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. بيّن الله جل في علاه والذي أنزل من السماء ماء وحى الأرض بعد موتها، وهذه من قدرته وعظيم ربوبيته سبحانه جل في علاه. فهذه الحدائق الغناء والبساتين الزاهرة كلها من فضل الله جل في علاه ومن خلق الله، وأن الأرض تكون ميتة حتى أن الله جل في علاه يرسل عليها الماء فيحييها سبحانه جل في علاه. بعدما بيّن الله أن الخلق خلقه وأن هذه قدرته وأن هذه من عظيم ربوبيته، يقول الله جل في علاه قال بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله، هل هناك إله؟ هو الذي أنزل الماء من السماء، هو الذي أنبت الزرع في الأرض، هو الذي أحيى الأرض بعد موتها، هو الذي شق الأنهار والبحار، هو الذي أينع الثمار، من الذي فعل ذلك؟ ولذلك الله حجهم بهذا عندما قال الله جل في علاه أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما في أحد يدعي بأنه الذي خلق السماوات والأرض، ما أحد يدعي أنه الذي قد أنبت الزرع بعد نزول المطر، ما أحد بحال من الأحوال يدعي هذا الادعاء بحال من الأحوال، ولا يستطيع أن يفعل ذلك قط. قال الله تعالى إله مع الله بل هم قوم يعدلون، بل هم قوم يعدلون، إذن هم قوم يعدلون عن الخير إلى الشر، هم قوم يعدلون عن التوحيد إلى الشرك، قوم يعدلون بربهم ولا يعلمون قدره ولا ينزلونه منزلته، ما لكم لا ترجون الله وقارا. لذلك قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون وليس في مصلحتهم
أن يجعلوا لله أندادا ولا شركاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألم يكن أكبر الكبائر، أو قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الكبائر، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا، والمعنى أنه قد جعل الأرض مستقرة لا تهتز لا تتزلزل لا تميد، زي قال الله جل وعلا أنه جعل فيها هذه الجبال لئلا تميد بكم، أن تميد بكم يعني لئلا أن تميد بكم وتضطرب وتتحرك، وهذا الله جل وعلا. فشوف ما هذا، هذا من الله جل في علاه، لذلك قال الله جل في علاه أما جعل الأرض قرارا لا تميد ولا تضطرب بكم وهي ممهدة وجعل خلالها أنهارا شق الأنهار والبحار، هذا من الله جل في علاه، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، الإجابة لا بل أكثرهم لا يعلمون، والله ينكر عنهم، وهذا أسلوب توبيخ وتقريع وبيان لجهلهم المتواضعين فيه. والحق أن ليس الجهل وحده الذي يترسمون به، بل هوى، هم يتبعون هواهم ولا يريدون التقييد بالالتزام بدين الله جل في علاه. قال من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، شوف انظر هذه الرواسي، نعم الجبال الشامخات علامات من عظيم علامات الربوبية، الجبال الشامخة وأيضا لأنها راسخة فهي التي يعني تستقر بها الأرض لا تضطرب لا تميل لا تميد ولا تتزلزل بكم، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباد الله في هذه الأرض، فسبحان ربي العظيم. فلا بد للإنسان أن يكون ممن ينظر في عظيم ربوبية الله جل وعلا، فيصف الله بالكمالات ويتعبد الله بهذا الوصف، وأيضا ينشر التوحيد بين الناس ويحارب الشرك. أما من علم وفتح الله له أبواب الفهم عن الله جل في علاه وأنه رأى مع عظيم ربوبية الله ولم يتأثر بها ولم يؤثر الناس بها، فهذا المغبون حقا وهذا الخاسر حقا. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من يستفسر طريقه وينظر في عظيم ربوبية الله جل في علاه وينظر في حكم الله لخلقه ويعلم أن هذا للتوحيد، وأيضا فيه ما فيه من إظهار القوة والقدرة والعظمة، فيعلم العبد فقره عجزه لربه جل في علاه فيوحده وحده لا شريك له، لأنه ما خلقه إلا لذلك. لمن جعل الأرض قرارا جعل خلالها أنهارا شق الأنهار والبحار، وهذه أيضا من دلالات عظيم ربوبية الله، الماء الملح والماء العذب الفرات لا يختلطان جعل بينهما حاجزا والله على كل شيء قدير، هذا يأتي لهذا وهذا يأتي لهذا ولا يمتزجان، ولا هذا يفسد ولا يفسد الملح الماء العذب ولا العذب يفسد أيضا الماء الملح. قال وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، جهل مطبق هم فيه، خسروا الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك قال الله تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وهذه دلالة واضحة جدا على وجود الله جل في علاه، ما من داعي يدعو إلا والله جل في علاه يستجيب له، لا سيما إن كان مضطرا ولو كان كافرا ولو كان كافرا. أنت ترى إبليس دعا ربه جل في علاه فاستجاب له، إبليس دعا ربه فاستجاب له سبحانه جل في علاه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فسبحان ربي العظيم الذي له ملكوت كل شيء وهو قادر على كل شيء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعا، والدعاء هو العبادة، قال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسال الله يغضب عليه، فادعو الله جل وعلا وانت موقن بالاجابه وتعلم ان الله يكشف عنك السوء. واما كيفيه هذا وامثله هذا قد وجد، وترى بان الله جل وعلا قد كشف السوء عن الانبياء، عن يونس عن لوط عن نوح، وهذا الذي سنبينه ان شاء الله امثله دارجة في كتاب الله جل في علاه أنه الذي
كشف الضر عن المضطرين حتى ولو كان كافرا أولا فوائد المستنبطة: حمد الله على كماله، مظاهر الربوبية تنبئ بوجود الله جل في علاه وعظمته وتستلزم توحيده لا شريك له. من أنواع الاستفهام الإنكاري. نعم، هذه لو في أسئلة تفضلوا.